أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذه الليلة اللي تتبع مباراة الافتتاح ديال كأس إفريقيا للأمم أقل من 23 سنة، واللي انتصر فيها المنتخب الأولمبي المغربي بصعوبة بالغة على منتخب غينيا جوج واحد، كان من هازم في نهاية الشوط الأول بإصابة واحدة لصفر. الشوط الأول كان ضعيفا ومملا للغاية، ما فهمناش كيفاش المدرب الوطني اختار يلعب ثلاثة جوج أربعة، يعني ثلاثة جوج أربعة واحد، أو ثلاثة أربعة جوج واحد. ثلاثة ديال اللاعبين في وسط الدفاع ما كان عندهم حتى قيمة مضافة، خصوصا أن الفريق الغيني يلعب فقط بمهاجم واحد، وبالتالي ما فهمناش علاش ضيع مدافع إضافي. وسط الميدان الارتكاز كانت فيه كولن بوشواري اللي ضيع المباراة دياله كاملة، بالإضافة إلى أسامة تيغالين. بعد ذلك وسط الميدان الهجومي اللي كان متكون من الخنوس والزلزولي، خموس على اليمين ما عطاش داك الشيء اللي منتظر منه، ما عطاش داك الشيء اللي عطى في الشوط الثاني. الزلزولي على اليسار في وسط الميدان ما كانش عنده داك القوة الخارقة اللي تميزو اللي جعلته في الشوط الثاني يصيد ضربة جزاء ويسجلها، ثم يسجل الهدف الثاني وكان خطيرا جدا. المهاجم صلاح كان منعزلا تماما على بقية اللاعبين، وبالتالي ما جاتو حتى فرصة باش كنحكموا عليه. المنتخب الوطني المغربي في الشوط الأول لعب بلا كرينتا، لعب بدون مشروع لاعب، عكس المنتخب الغيني الذي سيطر على الكرة و استحق الهدف ديالو الاول، رغم ان الهدف يتحمل مسؤوليته الحارس ديال المنتخب الوطني اللي ما كانش في المستوى الكبير ديالو. هنبداو بهاد التشكيله والشاكله، كيفاش لعبات بكل صراحه ما مفهوماش نهائيا، لان بالعروش وسط الدفاع بوقامير حلحال والعمراوي بثلاثه وسط الدفاع، رغم ان العمراوي كظهير ايسر احسن، الوهدي على اليمين والوافي على اليسار في نفس الخط ديال البوشواري بنيامين وطرغالين، الزلزولي والخنوس كوسط ميدان هجومي، والخنوس كان منعزل تماما وما عطى حتى حاجه، وابراهيم صلاح كمهاجم اوسط في الشوط الثاني. وقعوا بعض التغييرات بسيطه. البوشواري هو اللي كان اول الخارجين، اول يعني المعوضين من طرف اللاعب امير ريشاردسون اللي ما عطاش داك الشيء المنتظر منه، ولكن وازن وسط الميدان وعنده تقنيات عاليه. بعد ذلك هو في الدقيقه 64 المدرب الوطني زيد دخل اسماعيل السيباري اللي بكل صراحه عنده المكان ديالو وسط الميدان، واللي حرك بزاف وسط الميدان المنتخب الوطني المغربي، وخرج ابراهيم حلحال ولا لاعب بربعه ديال المدافعين اللي هما بوقامير والعمرابي والوافي والوهدي، ولا لاعب ريشارسون وترغالين وسيبيري، وبقى والخنوس ولا لاعب كلاعب حر مع الزلزولي كظهير ايمن كظهير كجناح ايسر، وابراهيم صلاح تيخلي المكان ديالو اللاعب البقراوي اللي كان اكثر فعاليه في هجوم المنتخب الوطني المغربي. وبقينا حتى الدقيقه 84، وتم تغيير ترغالين باللاعب طه يونس طه الادريسي اللي عطى حيويه اخرى للمنتخب الوطني المغربي، اللي ولا لاعب ربعه ديال المدافعين، جوج دائما القدام وجوج وسط الميدان اللي هما ريشارلسون واسامه طه، او ماشي اسامه طه بل يونس طه ادريسي، ولا بجوج كوسط ميدان دفاعي، الخنوس واللاعب السيباري ولا احسن، اللاعب البقراوي كذا كمهاجم اوسط ولا احسن، والزلزولي اصبح جناح ايسر بمعنى الكلمه. وتغير كل شيء في المنتخب الوطني المغربي في الشوط الثاني، سيطرة مطلقة، ولم يتأتى له تعديل النتيجة إلا في الدقيقة 78 أو 68 بضربة جزاء واضحة اللي ما فهمش
علاش تيناقشوها بزاف الناس، حتى الجماهير المغربيه في البوست اللي درت بداو يخرجوا شي بوستات اللي ما فهمتهمش. ضربة جزاء اصطادها بذكاء وبمكر كروي اللاعب الزلزولي وسجلها. بعد ذلك المنتخب الوطني لعب بواحد الطريقه جميله، كان واحد لي كومبينيزون في المستوى الكبير، وفي كل منطق بكل منطق استطاع يسجل الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع بعد ضربه جزاء ثانيه. يعني الحكم فقط في الاولى ضربه خطا مباشره، لكن تدخل الفار جعلو يراجع القرار ديالو على يعني ضربه الجزاء. بعد ذلك المنتخب بغى يسجل هدف والحكم حسب الهدف، لكن الفار مره اخرى يتدخل ليعيد الامور لنصيبها. كان خطا واضح الحارس بالاضافه الى لمسه اليد، وحتى بزاف الناس المغاربه اللي ما فهمش واش ما باغيش المغرب يربح، واش باغيين يدخلوا الناس بان الحكم كان مع المغرب. انا جاي الحكم ضد المغرب، لان الحكم ما عندناش على ضربه الجزاء الواضحه هذه على الهدف الثاني، ومشى بالزربه الهدف ديال التعادل لغينيا. ولولا الفار اللي دخل مرتين لكان المغرب انهزم في هذه المباراه بكل صراحه. الشوط الثاني كان احسن بكثير من الشوط الاول، كان احسن بكثير من الشوط الاول. الشوط الثاني حيت الشوط الاول تخلينا بزاف، بكل صراحه تخلينا بزاف، ما فهمناش علاش المدرب دار داك الاختيار التكتيكي اللي ما عنده حتى معنى. من بعد رجع في الشوط الثاني اختيار عادي واختيار كلاسيكي ديال النخبه الوطنيه، ورد الخنوس حر ويلعب اكثر على اليسار، والخنوس بان خنوس اخر، الزلزولي كجناح ايسر ولا زلزولي اخر. دخول سيباري يعني ما فهمش على السيباري ما تيلعبش من الاول وهله بكل صراحه. دخول كذلك البقراوي كان في المستوى. امير كنت اعتبر منه اكثر، خصوصا فيما يخص يعني القوه الجسمانيه و يعني الامباكت فيزيك. فنان عنده كوشيه فنانه، ولكن عنده واحد اللعب نونشالون اللي خصو يتطور مع توالي المباريات في هذا كاس افريقيا للامم قبل 23 سنه، واللي بان لنا اليوم منتخب غينيا شنو هو المستوى اللي نقابلوه. منتخب غينيا اللي هو بغي ثلاثه ولا اربعه اللاعبين ديال حوريات كوناكري والحارس ديال كالون، جميع اللاعبين تلعبوا في اوروبا حتى هما. غينيا غانا نفس الشيء يوم الثلاثاء، ثم الكونغو نفس الشيء يوم الجمعه المقبل، وبالتالي هذا مستوى اوروبي في هذه اللعبه ديال لاكان. وبالتالي تنظن الانتصار اليوم كان مهم، يفتح لنا الباب ديال نصف النهايه من بابه الواسع، لان هزيمه لا قدر الله ولا تعادل كانت تدخلنا الحسابات، حنا فغينا عنها. ولكن تنتمنى على الله باش المدرب ما يبقاش يتفلسف، المدرب ما يبقاش يتفلسف، يلعب لعب عادي، عنده مواهب كبيره، يخصو غير يسخر المواهب ديالو. فنشوفوا التصريح ديال الزلزولي في نهايه المباراه. زلزولي ما خفتيش تمركي ديال البينالتي الثاني؟ الثاني ما خفتيش راه زلزولي زلزولي تبقى في البارسا ولا غتبدل هذا الميركاتو؟ هاد واش ما خافش يقذف ضربه الجزاء الثانيه؟ لان انا خفت سيت سجل ضربه الجزاء الاولى، جات ضربه الجزاء الثانيه في وقت حارج يعني يضيع جوج نقاط، وبالتالي قذفها احسن من سدها، احسن من ضربه الجزاء الاولى. قلت لك هذا هو شغاله هو تسجيل الاهداف، وبالتالي عطى واحد الثقه في النفس اللي عجبتني بزاف. سؤال حول البارسا، قلت لك ما عرفتش نهائيا واش يمشي للبارسا ولا ما يمشيش للبارسا. بعد ذلك الجمهور عنده الحق، ماشي غير ليا حتى لصحابي عاونوني باش نخرجوا الماركه زلزولي ما خفتيش تماركي بها البينالتي الثاني؟ السؤال اللي كان في الاول دائما مع الزلزولي لا والله انا ما شفتش واش بينالتي ولا ماشي بينالتي. انا عشت الصحافي غير نحول حركه الجيت هو ما خافش يكون في هذه الثانيه. لا تسكت الله يغلطش بنتك ما خفتيش بينالتي اللي فيه لا راك عارف انا السؤال ديال واخا الحمد لله ما
كان عنده نفس الجواب نفس الجواب بكل صراحة. أنا باللغة نبما كونتنت ساكا صح أنا فرحان في الدار كيما ديما كنشكرهم بزاف باش كيجيو انيمارنوس يعني شويه العربيه صحيحه المهم كان لوس انفيتاموس يجيو يجيو يشجعونا اكثر ان شاء الله يجيو الجمهور ماشي غير ليا حتى صحابي يعاونوني باش نخدروا الماركه ونخدر الماركه ديال جوج بيوتا الحمد لله. زلزولي ما حفظتش الماركه ديال البينالتي ثاني؟ لا زلزولي خدمتي هادي. نشوفوا الان الخنوس. فوالا بروميير ميتون سيتي تري ديفيسيل. اون سي تروفي با Il n'y a pas beaucoup d'espace, etc. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu beaucoup mieux. Voilà, avec les qualités qu'il y a dans ce groupe, pour faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Il y a vraiment beaucoup de qualités dans ce groupe. Et voilà, il faut trouver les automatismes, regarder ce qu'on a fait de mal pendant les matchs, pendant les matchs aujourd'hui, et améliorer ça le prochain match. يعني تيبان هاد اللاعبين بجوج اللي لعبوا كاس العالم تيبان عندهم ثقه في النفس اللي تطمئن بكل صراحه تطمئن ثقة بالنفس المستوى العالي هذا واقع ثقة بالنفس كانت في المستوى العالي شنو بقى ما نقول المنتخب الوطني المغربي في المباراة المقبلة خاصو يبدا من الأول المباراة مزيان لأن اليوم فلتو ولكن مرة أخرى يلعبوا يضيعوا الشوط أول بحال يضيعوا اليوم يقدروا ما يفلتوش يقدروا ما يفلتوش وأقولها المرة الثانية وبالتالي تنعاود نأكد على المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي ما عنده لا شيء يبقى يجرب صباري ما كانوا لا يناقش وسط الميدان ديك الساعات واش يعاود يدير الثقة في البوشواري ولا لا أسامة تيرغالين أمير ريسارتشون كاين ما يدار الخنوس خصو يبقى حر ومهاجم أوسط فعال والزلزولي على اليسار الخنوس خصو يبقى حر ويلعب أربعة المدافعين فقط ولما لا العمراوي على اليسار العمراوي هدي على اليمين يعني اليوم الشوط الأول بحال اللي هديناه الغينيا ودخلنا الشك في عباد الله ودخلنا بزاف ديال الحوايج اللي حنا فغينا عنها بكل صراحة كما كان الحال شكرا على تتبعكم وحد سعيد للمنتخب الوطني المغربي يوم الثلاثاء المقبل ضد غانا في هذه المباراة على هنا 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 سيلغي ربحنا الماتش الحمد لله باقي لنا دو ماتش باش ندوزو الدمي فينال وغنديروها ان شاء الله وغنديروا النيه معانا وغنديروها ان شاء الله. شنو قال لكم اللوبات في الفيديو؟ قال لنا هذا الشيء غنربحوا واخا خاصين غنماركيو جوج غنربحوا. الحمد لله النقاط شجعتنا باش نزيدوا نخدموا عليه باش نربحوا الماتش الجاي ان شاء الله باش نتاهلوا ان شاء الله للدومي فينال وان شاء الله باش نديوا ان شاء الله هذا الشيء علاش هذا هو الاوبجيكتيف اللي عندنا ان شاء الله. واش سجل عليكم هدف في المباراه الاولى ولا زعما يعني تعرفوا هذه صراحه عارفين هذا الشيء كاين باللي غيوقع لينا ولكن الحمد لله الدراري عارفين باللي هذا الشيء كاين في الكره وكونسونطرين بها داك الشيء اللي كان والحمد لله رجعنا في الماتش وان شاء الله غنربحوا الماتش الجاي كيف هذا شكرا. وي لو بريمير مي طون نيتي با بيان كوم جي دي الي جو بار دو موا جيتي با تري تري فور مي لو دوزيام مي طون اون ا توس ريفيي اون ا دي اون فا فير اي اون ا في اي سا سي بلوس امبورطون اون ا بري لو 3 بوين ديزولي ان le prochain match contre Ghana on doit être concentré dans le premier minute jusqu'à la fin et on va le faire inchallah.
coach il a dit juste ouais les gars c'est on est 1-0 on perd 1-0 mais c'est pas grave les gars le match c'est 90 minutes et on a fait on a il a dit on va marquer encore deux fois on a marqué deux fois subhanallah match un peu compliqué la Guinée de ce deuxième match mais on a eu une bonne rate.